بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. منه دوما نطلب العون والتوفيق والنجاح والسداد. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسلام. أحييكم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الأمسية التراثية، في هذه الأمسية الخليجية، في هذا التظاهر الرياضي الكبير في عالمنا الساحر بعالم رياضات سباقات الهجن العربية الأصيلة في أرضية ميدان البشاير وفي مهرجان البشاير لنسخته الخامسة. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، هكذا أيضا الحدث الأهم، هكذا الحدث الأبرز، هكذا الحدث الأفخم من نوعه في عالم رياضات سباقات الهجن وفي ثالث أيام انطلاقات هذا المهرجان. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على بركة الله وتوفيقه وحفظه ورعايته انطلق شوط البندق، بندق القعدان للإذاع والإمتاع للإبداع عبر متابعين قناة عمان الرياضية ومتابعين الكرام. هكذا الأمسية التراثية، الأمسية الخليجية في هذا التحدي الكبير. البندق لمن؟ لمن الذهب؟ لمن الذهب يا عاشقين الذهب؟ مباشرة أسير إلى المقدمة، أسير إلى المركز الأول ليتقدم إلى الصدارة. منذر يتقدم على الصدارة الأولى. في المقدمة علي بسليم بسالم العويسي، ولكن اللي تدخل اللي خذ المركز الثاني في طريقه للمنافسة هذا اللي قادم، هذا اللي واصل أيضا بدأ يتقدم من عمق الميدان الوضيحي أحمد بن سالم بالمبروكة الجنوبي. المركز الثالث اللي وصل، وصل سالم بالمبروكة الجنوبي. المركز الثالث اللي وصل، وصل في الضيوف القادمين، الضيوف العانين لأجل الذهب، لأجل البندق. الله الله. أما المركز الرابع اللي قادم، هناك سراب بداياتي على المركز الثاني، هذا هو والرابع سليم أو جاسم بن سليم بن الصغير الوهيبي. يا لها من أسماء، يا لها من معترك في هذا المعترك. وصل الله اللي قادم، اللي واصل هنا، وصل ملهم لياتي بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي السفير، ياتي على المركز الخامس ليقدم ملهم. هكذا النتيجة، هكذا النداء للخمسة
الأسماء المتقدمة نحو الذهب في أمسية خليجية، في أمسية تراثية، في أمسية سيسجلها تاريخ عالم رياضات سباقات الهجن، البندق لمن؟ بندق القعدان، بندق القعدان للإذاع للإبداع والإمتاع في شوط الذهب، في شوط التاريخي، في شوط ناري ناري يحمل أقوى الأسماء وحدها من مختلف مجلس التعاون الخليجي. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة. مندر يتقدم لياتي مقدما، مندر علي بن سليم بن سالم العويسي مقدما مندر على المركز الأول. المركز الثاني وصل أيضا طنطان لياتي، عبيد بن خادم بن محمد الرميسي يتقدم ليقدم هذا الاسم الكبير، ليقدم هذا الاسم الخطير نحو انطلاقة البندق، بندق القعدان. هكذا الذهب، هكذا الابتاع، هكذا الامتاع على أرضية ميدان البشاير في هذا المهرجان، المهرجان الخليجي. بينما المركز الثالث اللي وصل، اللي أتى أيضا عاليا ايضا لجل البندق، الوضيحي احمد بن سالم بن مبروك الجنوبي. المركز الثالث وصل ملهم، او الرابع ملهم، ملهم بشعارك يا سفير السلطنة عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي. المركز الخامس ارصد اللي قادم، ارصد اللي واصل، وصل وصل موادع ليتقدم مطر بن عبد الله ايضا بن سالم بن الشاوي الغفلي. الله الله، معركة 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 الذهب. الذهب لمن؟ لمن الذهب؟ شوط البندقية، البندق لمن يا اخواني؟ لمن هذا البندق؟ لمن هذا الذهب؟ والعودة الى الصدارة، والعودة الى المقدمة، والعودة الى منذر من البداية وهو على الرأس الانطلاقة الأولى بالكادر الأول، يؤكد حضوره إنه اسم خطير خطير. هنا يتقدم مندر على الصدارة، علي بن سليم بن سالم العويسي. شد الهمة يا العويسي، اليوم يوم القمة، اليوم يوم الذهب، اليوم يوم التاريخ لمن سيحضر في هذا المساء بحضور مميز. بينما المركز الثاني وصل، وصل طنطان عبيد بن خادم بن محمد الرميثي. وصل ملهم، وصلت الأسماء. يتقدم شعار السفير، يتقدم شعار السفير في هذا المعركة المسائية، معركة أبناء الخليج. بينما الوصول من شاهين حمد بن سالم بن ذعلوب الترعي يقدم لنا انطلاقة شاهين. يا لها من معركة، معركة الكبار، معركة العمالقة، معركة الذهب، الذهب والتاريخ. والبندق ينتظر واحد من هؤلاء الأبطال المشاركين الخليجيين الذين حضروا هنا في أرضية البشاير، بشاير الخير، بشاير الذهب، بأمسية تراثية، بأمسية خليجية. الله الله الله، يا المقدمة والصدارة. أيضا يتقدم شعار عبيد أو عبيد بن خادم بن محمد الرميثي. الرميثي على الصدارة، الرميثي على المقدمة، على المركز الأول. يا لها من أجواء، يا لها من تحديات. المركز الثاني منذر منذر منذر. الله الله، ونحن ندخل أجواء الكيلومتر الأخير، الغلاف الجوي، ربط الحزمة للإقلاع والإبداع نحو الذهب، نحو الذهب، نحو الذهب. البندق ينتظر. يا له من أسماء، العويسي على المركز الثاني بشعاره القوي. بينما الوصول الآخر، هناك الواصل أيضا شعار من ثعلوب الدرعي يقدم شاهين. عاد هناك أيضا الشعارات القادمة، الشعارات المنافسة، ولكن وين الذهب؟ الذهب البندق مع انطلاقة أيضا طمطين لعبيد بن
القادم من محمد الرميثي. حي الرميثي، حيوه، حيوا ابناء دولة الامارات. البندق اول راح الكاس، الحين البندق في هذه اللحظة يعبر من البشاير من السلطنة الى دولة الامارات. سلام يا الاشقاء، سلام سلام يا رميثي، سلام على هذا الفوز. ولكن شوف شوف اللي قادم، شوف اللي واصل، اللي بدأ يتدخل ايضا، الوصول القدوم من الوسمي عبد الله بن جمعة. الدرمكي 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 خطير نحو الكاس، نحو السيء ايضا هناك. البندق البندق، الذهب 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 الذهب. سلام سلام سلام، الوسمي عبد الله بن جمعة. الدرمكي يقدم الذهب. حيوا 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 على هذا الاداء. سلام يا الاشقاء لدولة الامارات، سلام العين، سلام سلام دار الزين، سلام. المركز الثاني، المركز الثاني من كان هناك ايضا حاضرا لشعار عبيد بن خادم بن محمد الرميثي. المركز الثالث، اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز الثالث شاهين حمد بن سالم بن ثعلوب الترعي. المركز الرابع، المركز الرابع اللي كان حاضر ايضا بهذه الانطلاقه المميزه من ذر علي بن سليم بن سالم العويسي. والمركز الخامس كان بحضور وانطلاقه ايضا على المركز الخامس شعار عبد الله بن صالح بن قرشوم العامري. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كانت المعركه المسائيه، وشوط البندق والذهب يقادر مع انطلاقه ايضا هناك ايضا الوسمي لعبد الله بن جمعه ارحمه الدربكي، كان صاحب الشوط الاول والشوط الرئيسي بالبندق. والتوقيت الزمني 9:24.75 جزوا من الثانيه، او 78 جزوا من الثانيه، هذا هو التوقيت ايضا الوسمي صاحب البندق وصاحب الذهب. المركز الثاني من كان حاضرا ايضا مع انطلاقه ايضا، اذا طنطان العبيد بن خادم بن محمد الرميثي، والتوقيت الزمني 9:25.70 جزوا من الثانيه. تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث، اذا هناك كان بدخول قوي وبنجوميه رائعه مع انطلاقه شاهين حمد بن سالم بن ثعلوب الترعي، والتوقيت الزمني 9:26.86 جزوا من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للمالك الوسمي عبد الله بن جمعه الدربكي. سلام لكل الاخوه الفائزين، سلام. الجو طاب وطاب للركض جو.